ممكن تبقى في شارع المهراني وما تقابلش عمك شعبان ملك الميكانيكا واللازم منه، لكنه موجود هنا من الخمسينات، يعني حضر تصوير فيلم في بيتنا رجل. صباح الفل يا عم شعبان. صباح الفل، ازي صحتك؟ اتفضل. قال لك عم شعبان حضر فيلم تصوير فيلم في بيتنا رجل، صحيح؟ بيتنا رجل. كان عندك كم سنه؟ كنت صغير. كنت صغير صحيح. شفت عمر الشريف؟ عمر الشريف وزبيده حسن ثروت. يوسف. لا اهم حاجه، اهم من ده كله زبيده ثروت. ايوه وزبيده ثروت. ماشي. وحسين رياض. سلام. ماشي. ورشدي اباظه. ورشدي اباظه. ورشدي اباظه صوروا في البيت ده مش كده؟ واقف هنا كان لما كان في عمود نور هنا وهينزل عشان يعمل حذاء. ماشي. لما كان طالع بقى على اساس بيبص على اساس يرشد وكده. والعربيه داخله وهم صوروا بقى داخلي كله هنا في الاستوديو. ولا لا 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 بيتنا رجل اتاخد من هنا وبعد اجزاء جوه الاستوديو. انا بقول الداخلي بتاعه يعني الحاجات اللي بيوت، انما اللي اتصور جوه الاستوديو مثلا مولد يا دنيا. طبعا عبد الراضي ومحمود ياسين ومحمود ياسين ومدبولي ومدبولي. كان الاستوديو شغال. كان الاستوديو شغال والشغل زي الفل. بس كان نصبيان مشي. نصبيان مشي شغال الاستوديو سيادتك شغال في المدير بتاع نصبيان. نصبيان ده مشي ورجع بعد كده على ايام السادات. رجع تاني. رجع تاني. يعني هو لما سافر بعد الثوره الاستوديو كان شغال. رجع تاني وشغال الاستوديو ورجع تاني باع الارض بقى والاستوديو. مشي بقى خلاص. وخد فلوسه ومشي. ده كان الكلام ده ايام السادات. ما اشتغلش الاستوديو تاني. لا اشتغل، عمل بعد كده مولد يا دنيا. ماشي. كان اجره مصطفى مو جوز نبيله السيد. الله يرحمها ست نبيله. ومصطفى مو كمان الله يرحمه. الله يرحمه. عمل فيه مولد يا دنيا. ماشي. هنا بيتنا رجل بتاع ده موظفين في الارض. موظفين في الارض ده فريد شوقي. هنا عماد حمدي ابو العروسه. ابو العروسه. العماره دي اللي طلع فيها ونزل عماد حمدي. مع تحيه كاريوكا. وهنا كان في السور الحديد لما لما هيجوا على اساس فاهم ان هو جايين عشان مختلس وبتاع. ايوه هو كان الراجل جايب له هديه. مظبوط. للفرح كان الشارع كله بيصور. المكان اللي جنبي ده كان مكان مفضل للتصوير لجميع الافلام، الفيلا اللي جنبي. ماشي. وما زال صورها بره على الشارع يعني على الحيطان. الفيلا اللي اتهدت دي. دي كانت فيلا. دي كانت فيلا صوروا فيها افلام كتير، كل جميع انواع الافلام، اخواتي البنات، حسن بيه الغلبان، بيتنا رجل. يعني كانت الفيلا للتصوير ما فيهاش سكان. لا فيها خواجات. بيأجروها. ما بيأجروهاش. ده كان في زمان ما فيش ايجارات، في محبه. كده. ويستعملوا المكان وكلام من ده وكل حاجه. وكانت الواجهه بقى باينه، بيخشوا وبيطلعوا من السلم جانبي. طب مين بقى اللي كانوا بيعدوا من عربيتهم انت تفتكرهم بقى من نجومنا اللي بنحبهم؟ لا كلهم لا بنحبهم. الممثلين كلهم القدام. عبد المنعم مدبولي كان يجي هنا. يجي هنا راكب 1100. المليجي. يا سيدي. التاني اللي كل القدام. حد فيهم كان بيتصلح له عربيته ولا حاجه؟ انا كلهم بيصلحوا عندك. كلهم بيصلحوا عندك. ومعظم المنتجين اللي كانوا بيجوا فبيخشوا الاستوديو. يسيب لك العربيه. لا. يخش المكتب عندي يجهز القبض بتاع الكومبارس على قبض. برضه محبه كده. محبه. ويسيب الشنطه عشان ما يروحش ويجي بيها. شنطه الفلوس. يسيبها عند شعبان تحت المكان تحت المكتب. ولما يجي تاني هيقبض بنفس القصه تاني. ماشي. يعني انت كنت بتشتغل معاهم كده محبه. لا محبه وفي شغل بينا. يعني في كان عندي عمال كتير جدا. العمال دي كلها بتتحسب على الفيلم. طب انت ما مثلتش ليه؟ لا انا يعني زي ما تقول يعني هم كانوا بيحتاجوا اكيد ادوار صغيره كده. لا وعاملين ادوار واصحابك كلهم. وانا في اتنين تلاته مثلا. وحيد سيف لما هيخش وهو داخل هنا كنت انا قاعد على الباب هنا. برضه خدت لك شوط كده. كام شوط بس انا مش غاوي دي. مش غاويها. طول عمري يعني. انا من اول شقار فؤاد المهندس بتاع كلام. حتى بيوتهم داخلها.
يعني انا دخلت بيت شكار، بيت فؤاد المهندس، ام شكار، اخت شكار، شريفه اخت شكار، ربنا يديها الصحه، نجمتنا الجميله شكار. يعني كانوا كلهم بصراحه ناس كانوا محترمين. ماشي. هنا بقى حسن يوسف ده جايب له تونس 17 275 جنيه. تونس 17، مع انه كان نجم حسن يوسف. لا كان اياميها لسه، كان ربنا يديله الصحه طبعا. عمنا حسن يوسف كان لسه صغير، خلي بالك. كان في هنا التونس دي كانت عربيه حلوه زمان، يعني مش عربيه اي كلام، مش اي حد يركبها. على فكره التونس شفورليه كانها عربيه، كان شكلها جميل. كل الممثلين اللي هم حاليا الاباطره كل دول كانوا بيجوا هنا عشان دور كومبارس. دور بس. دور كومبارس. ماشي. انما بقى العتاوله الناس الكبار اللي هي اللي انت شايفهم على الافلام، فؤاد المهندس ومحمد رضا هنا. لما هيقفل على محمد رضا وفؤاد المهندس طبعا كانوا شخصيات جميله قوي. هيقفل عليك الكبوت بتاع العربيه اللي فيها 1400 دي بتاعت مين؟ بتاعت الورشه، كانت فيها 1400. على اساس واحد بيصلح فيها، وفؤاد المهندس هيقف على ايه؟ على ايده، على دماغه، على دماغه كله. لما ترمي سجاره، سجاره مش ابره، اسمعها. ماشي. كل ستاف كان نضيف، بالرغم ان احنا ورش وكلام من ده، انما في شغل، انما في في شغل عندنا، انما في محافظه على بعضينا. يعني من غير ما اقول لك كنا بيقفلوا شويه يعني بتاع لا, لا 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 لا. ولما حصل الحرب وكلام من ده، دخلنا فتحنا الباب واستعملنا جوه الاستديو كشغل، بنشتغل فيه عربيات. من جوه بقى. محبه. بركات كان حبيبي. عم مخرجنا الكبير كان حبيبي. يعني يبقى انت شفت فتح الحمامه بقى، وشفت طبعا فتح الحمامه. يا سلام. ما دام شفت بركات يبقى شفت فتح الحمامه. حبيبي كان بركات. ماشي. والضحكه وبتاع طول النهار احنا هنا كنا مدخلين على بعضينا زي بيت واحد. حتى السكان. يعني حتى السكان كان كاننا بيت واحد. كله مترتب، كان في ترتيب، مفيش همجيه. ماشي. ده اخر حاجه، ده اخواتي البنات. العربيه الفئه البلدي دي بتاع محمد عوض، كانوا 2 و4. انا اللي عامل له لما يقفل باب يفتح باب، اعمل له حركه كده، سلك. يروح ده يفتح التاني يشد، ده يقفل ده يشد. انت اللي عملتها. هذا بتاع اول ما طلعت الكاميرات. كان زمان الكاميرات بتمشي دلوقتي مش زي دلوقتي على القضيب وكهرباء. أيوة. وكده كده. لا دي كان عازق تحط عليه الكاميرات، وحبل من تحت يتشد بالكاميرات بالفوق، التصوير اللي قاعدين على الازق والكلام ده. ما زال عندي الازق ده. انا شفته بس كانوا بيعملوه ده في المشاهد المتحركه، يعني هو ماشي. لا ما هو جوه هنا كدا. جوه. المشاهد المتحركه كانت بتعمل جوه. والباب كان باب خشب بيتعمل، ده كان باب السجن، بيطلعوه كان طالع من ايه؟ من السجن وكلام من بيعملوا كل حاجه في نفس المكان، في نفس المكان. حتى لما بيخلص خالص 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 التصوير اللي على الناصيه دوت اللي هو المسرح حاليا، ده كان بتاع التحميض والتصوير وكلام من كان في معمل. معمل، ما فيش حاجه بتخرج بره. وكان اعتقد كان في قاعه مونتاج كمان، كل حاجه. يعني الفيلم يتصور ويتمنتج ويتطبع كله هنا، وكل عرض كل حاجه جوه. كانوا بعد ما يخلصوا الفيلم يعرضوه هنا برضو جوه، كنت تخش تتفرج معاهم؟ كانوا يدوا لك ساعات تتفرج على الفيلم. على الفيلم. ماشي. لا انا كان في محبه جامده بيني وبينهم صراحه، وهم كانوا كويسين، يعني كانوا ناس في ظرف. ماشي. وبعدين الحمد لله مفيش كبر ولا بتاع. لا 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 مفيش كبر. هو بس موقف في بيتنا، رجل ايه في موظفين في الارض، الموظفين ولا بيتنا رجل؟ موظفين في الارض. طيب ماله ده؟ ده فريق شوقي. كان دخل فريق شوقي جوه عندي في الورشه الثانيه، في شاي عندي محطوط، اشرب شاي دوم اتفضل. فالكمبارس خد الكوبايه راح ماسح الايه؟ مطرحي كده. قلت له اغني الكوبايه دي، راح مغني، رحت اطلع بره. للكمبارس؟ للكمبارس. فريد شوقي يقوم اطلع بره. قال لي معلش انا مش ده فريد. انا تبعك مش تبعه. ده كان جميل فريد شوقي. انا تبعك ده مش تبعه. اسطوره. قلت له ماشي يا خبر ابيض. خد بالك. فكان كده يعني. انما لا ناكل سوا وبنشرب سوا، والعمال كانت مبسوطه جدا. لان العمال دايما كان في الواجبات بتاعه الاكل
حتى بتاعت الممثلين والكومبارس. لا كان بيجي لهم واجبات معاهم. اه بيجي بيجيبوا معاهم ممكن الممثل يجيب من بيته، ممكن المنتج يجيب. لا لا كل لا الاكل والشرب للممثلين على المنتج. اه ما تمام. في ممثلين ساعات يحبوا ياكلوا. لا مصروفات كلها. حال المطور بتاع محمود ياسين بتاع العربيه الفيجا لما كان بيعمل مولد يا دنيا يعني. لان كان عنده الزيت بيخور على طول، فقلنا له ايه ده؟ قال لي ده انا بقى مش بص الجوالين، سيب العربيه. عملنا له الايه؟ صلحتها له. عملنا له طلعنا الموتور، عملنا له العيب اللي فيها. لا ربنا يديله الصحه محمود ياسين. الله يخليك. شكرا يا عم شعبان. نهارك زي الفل. اتشرفنا بالسلامة. نهارك ابدا. هجيب لكم حاجه كلكم بقى. الله يكرمك. هجيب لي ساتك قهوه. الله يكرمك.